الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا وهو آخرها: من تجب عليك نفقته فلا تدفع زكاتك له. من تجب عليك نفقته فلا تدفع له الزكاة. وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء، فقد اتفق الفقهاء على أن كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تدفع الزكاة التي وجبت عليك له. ويفهم من هذه القاعدة أن من لا تجب عليك نفقته فيجوز أن تدفع زكاتك له، وبناء على ذلك فلا يجوز للولد أن يدفع زكاته لوالده الفقير لوجوب نفقة الوالد على الولد، ولا يجوز للوالد أن يدفع الزكاة لولده الفقير لوجوب النفقة عليه، ولا يجوز للولد أن يدفع الزكاة لأمه الفقيرة لوجوب نفقتها عليه ولا يجوز للولد أن يدفع زكاته لأمه الفقيرة لوجوب نفقتها عليه، ولا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته لما؟ لوجوب نفقتها عليه. ويجوز للأخ أن يدفع زكاته لأخته ولعمته ولخالته ولعمه وخاله وأبنائهم لعدم وجوب نفقتهم عليه. ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها لما في الصحيح: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. لما؟ لعدم وجوب نفقة الزوج عليها. وهكذا دواليك، فكل من لزمتك نفقته فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة له. لكن هناك تنبيه خفيف، وهو أن وجوب النفقة إما أن يكون شرعيا أو قضائيا. فهمتم؟ إما أن يكون شرعيا أو كم ساعة؟ شرعيا أو قضائيا. فأما الشرعي فأن يكون أصل الوجوب من عند الشارع فلا يحتاج إلى حكم حاكم، كنفقة الوالد على أولاده والزوج على زوجته، أليس كذلك؟ لكن هناك من أقربائك من لا تلزمك نفقتهم ابتداء شرعا حتى يقضي القاضي بوجوب إنفاقك عليهم لفقرهم وإيسارك. فإذا صدر حكم قضائي بوجوب نفقة ابن عمك عليك فهذا الرجل يجوز لك أن تدفع زكاتك له، لأن وجوب النفقة عرضي لا أصلي. ما فهمتوني؟ لأن وجوب النفقة عرضي لا أصلي. ما معنى قولنا عرضي؟ يعني أنه ليست نفقته واجبة عليك بالأصالة، وإنما لحكم القاضي، فمتى ما أيسر انفك حكم القضاء وعاد الحال كما كان. فإذا قولنا في القاعدة: من وجبت عليك نفقته، هل نقصد الوجوب الأصلي ولا الوجوب العرضي؟